نشرت محضر اجتماع أجراعي السادات لمجموعة القادة العسكريين العظماء اللي ما تكرروش تاني لحد دلوقتي نهائي بعد 45 سنة. لم نرى قائد مصري بعظمة اللي هنسمعهم دول وللأسف، لأنه بعد كده جم ولاد كامب، ولاد كامب ديفيد كلهم هم اللي موجودين دلوقتي. لكن قبل الحرب بيقول السيد أحد الأساتذة يمكن عبد العزيز حجازي، بيقول إن السادات اجتمع مع أعضاء مجلس الشعب، وكان منهم المطران باسليوس، وكان منهم واحد شيخ عن دايرة حلوان، وقال لهم نعمل ايه، نحارب ولا نعمل ايه ولا نسكت، وكانت جلسة عاصفة على الضيق كده، وقال لهم طب الجلسة دي ما تخرجش بره. لكن الأستاذة فاطمة السيدة أحمد سنة 91 نشرت في مجلة روز اليوسف محضر اجتماع السيد الرئيس محمد أنور السادات بالقادة العسكريين، وكان في المحضر ده بيطمن على كل قائد، قادة الدفاع الجوي، الصاعقة، المدفعية، سلاح المعنسين إلى آخره. فهنسمع ما سجلته، لم نره، ما سجلته السيدة فاطمة السيدة أحمد في روز اليوسف من 98 تقريبا على لسان القادة من 98. معنى كده أن الجيش كان موافق على ما نشرته هذه السيدة المحترمة. بتقول هي أو نقلت بالنص يعني ما دار في هذا الاجتماع، تفاصيل كتيرة جدا، لكن اللي يهمنا منها ان كل قائد كان بيكلم السادات على حالته، حالة جنوده او حالة سلاحه. محمد عبد الغني الجمسي البطل العظيم الرائع رحمة الله عليه رئيس هيئة العمليات بيقول للسادات لا تغيير في خطة العمليات، ورفعنا درجة السادات القوات المسلحة، وخطة الخداع الاستراتيجي والتعبوي تسير بالتنسيق مع الخارجية والإعلام. خلونا بس نتوقف هنا، لا تغيير، كل واحد هيبدأ تقريبا بالجملة دي، مفيش تغيير في الخطة، لأن كان عندهم الخطة، لكن كل واحد بيقول مفيش تغيير في الخطة. هنا بيقول رئيس هيئة العمليات رفعنا درجة استعداد القوات المسلحة، خطة الخداع الاستراتيجي والتعبوي تسير بالتنسيق مع الخارجية والإعلام. كان وزير الإعلام في الفترة دي واحد اسمه الدكتور محمد عبد القادر حاتم، والإعلام المصري لعب دورا عظيما ورائعا ولا يقل عظمة عن اللي حصل على الجبهة وقتها. الإعلام المصري الحقيقة استطاع انه يعمل ما يسمى بالخداع الاستراتيجي، وكان دور رائع جدا للدكتور عبد القادر حاتم وكتيبة الاعلاميين اللي معاه، دور لازم ترجعوا للتاريخ وتقروه، دور للاسف للاسف تم طمسه او لم يعد احد يتحدث عنه. ده كان كلام محمد عبد الغني الجمسي، واحد من اروع القادة اللي انجبتهم مصر. الحقيقة هذا الرجل الحقيقة يعني خليني انا سمعته كتير في احاديث، لم التقي به، كنت عيل يعني لم ألتقي بيه في حياته، لكن الجمسي من الناس اللي لما كنت تشوفها حتى ممكن يبقى له على اليوتيوب لقاءات، أنا مش فاكر مش عارف، بس أنا شفته في التلفزيون. يعني هذا الرجل لا علاقة له بالحياة المدنية، يعني الرجل ده زي ما بيتكلم زي ما بصص كده دلوقتي، رجل صارم جدا، غالبا عمري ما رأيته في حياتي بيضحك، في حياتي في كل لقاءاته وعامل كده بنفس الصرامة دي. عسكري من طراز رفيع جدا، عسكري مقاتل من النوع اللي هو يعني مقاتل اتخلق ربنا خلقه كده، عسكري صارم جدا مقاتل جدا. بالمناسبة هذا الرجل رغم انه مقاتل وعسكري وكل حاجة الا انه قعد في مفاوضات الكلمية واحد مع الصهاينة لما حصلت الثغرة، وحصل ان احنا قعدنا بالاتفاق مع الصليب الاحمر مع الصهاينة. الرجل ده كان موجود في الخيمة بتاعت الاجتماعات، والراجل ده الحقيقة لم أسمع ولا أعرف، وعلى حد علمي لم يتولى أي وزارة مدنية. يعني مثلا كمال حسن علي اللي كان ماسك المدفعية وقتها، المدرعات وقتها، تولى وزارة الخارجية بعد كده. مثلا يوسف صبري أبو طالب تولى محافظ القاهرة بعد كده. مثلا أبو ريدة، ها مش هاني أبو ريدة مش بتاع اتحاد الكورة، التاني بقى ده تولى محافظ البحر الأحمر. رؤوف شفيق اسمه ايه ده غالي قائد الجيش ده برضو تولى منصب او محافظ او حاجه زي كده. لكن ده من الناس الحقيقه اللي تولى بس وزاره الدفاع فتره، وزاره الحربيه، لكنه بعد وزاره الحربيه لم نره في اي منصب تاني، وكانه اكتفى بكده ومات في صمت وهدوء. الحقيقه لا يليق بقائد عظيم زي محمد عبد الغني الجمسي. ده كان كلام عبد الغني الجمسي قدام السادات في الاجتماع اللي هو قبل خمس ايام.